نسبة تقدم أشغال أوراش تثليث المقطعين الأخيرين من الطريق السيار الدار البيضاء برشيد والطريق السيار المداري للدار البيضاء بلغت نسبة حوالي 30%. وبهذه المناسبة نظمت زيارة ميدانية لفائدة وسائل الإعلام شملت هذه الأوراش، وتمت الإشارة إلى أن هذا المشروع يهم تثليث مقطع طريق سيار طوله 60 كيلومترا ممتد من مفترق المحمدية إلى مفترق الطريق السيار برشيد. البحث على راحة مستعملي الطريق السيار وعلى الحفاظ على سلامتهم، هادو كيطلب منا نقوموا بهاد الأشغال. هاد الأشغال هي جد معقدة بحكم بأن كنقوموا بالأشغال وكذلك كنحافظوا على حركة السير ديال طريق السيار، بحيث مجموع الأشغال كتستمر موازاة مع واحد الحركة السير اللي هما جوج ممرات في كل اتجاه. هذه الأوراش تأتي في إطار العديد من المشاريع الهيكلية التي أطلقتها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب لضمان انسيابية حركة السير وتفادي أي اختناق في المستقبل على محور الدار البيضاء القنيطرة الاستراتيجي. هذا قسمناه لأربعة المقاطع، وقبل ما نبداو في هذه المقاطع هادو درنا واحد الاشغال ديال التوسعه ديال محطه الاداء، ديال واحد القناطير وواحد الممرات الدراجيلين، درنا لا ميزانيفو ديالهم لانهم كانوا تيشكلوا عائق لهذه الاشغال هادو، دونك حيدنا جميع العوائق عاد بدينا في الاشغال. المقطعين الاولين راه عطيناهم يعني طلقناهم لا سيركولاسيون، وحنا في المقطعين الاخيرين تقريبا اللي تيبلغ الطول ديالهم 31 حتى 32 كيلومتر. مشروع تثليث الطريق السيار الدار البيضاء برشيد والطريق السيار المداري للدار البيضاء يهدف إلى جعل حركة السير عبر الدار البيضاء الكبرى أكثر انسيابية، وكذا تسهيل الولوج إلى البنى التحتية الحيوية التي يصلها هذا المقطع من الطريق السيار.